كبير الحزب اصلا مواصرة. حاج بن كيران عنده شعبية كبيرة وشحال من واحد زعما تيق فيه انه كيدير دار شي حاجة بعدا اللي وعد بها وشي حوايج ما دارهمش، ولكن كنظن الأغلبية غادي يصوتوا عليه. اصلا المعاصرة علاش؟ كيبان ليا هو فهمتي هو اللي كاين الشهرة ومشهور هو في المغرب هنايا فهمتي على حساب كبير كاين جمهورية كبيرة. كنظن أن العدالة والتنمية غادي يبقاو هما اللي غيبقاو معين هاد الساعة. وكيبان ليا حزب الأصالة والمعاصرة هو اللي حايز على واحد النسبة ديال يعني النسبة ديال المترشحين بزاف، وكيبان ليا صراحة المهم قام بواحد التغيير وناقصوا شي حوايج فهمتيني شي حوايج بساط. الله أعلم. الغيبة كيعلم بها الله. ما عنديش مع السياسة، يعني أنا عايش الحياة ديالي بعيد على السياسة. بالنسبة للأحزاب الرمانية اللي هاد العام يمكن تفوز، ما نظنش ان العداله والتنميه غادي تقدر تنافس الاحزاب الاخرين، لحقاش وقع مشاكل وقعوا بزاف ديال الخروقات في 4 سنين اللي فات بالنسبه للزياده اللي وقعات وبالنسبه بزاف ديال الانجازات اللي ما تنجزاتش هاد 4 سنين. مالوغوزمون العداله والتنميه علاش؟ حيت الشعبيه ديالو واخا هكاك واصله، الشعبيه ديالو واصله وكان عليا انا نقدر نصوت على الاتحاد الاشتراكي الا مشى لشقر ولا في بلاصه منيب امين العام. اما العامري وشباط وداك الشيء واخا هكاك ما زعما ما متاكدش بانهم يقدروا يزيدوا بالمغرب احسن من هذا الشيء اللي هو غادي فيه دابا.